شيع اليوم في مدينة تعز جثمان الصحفي مفيد الغيلاني بعد وصول جثمانه من جمهورية مصر الشقيقة. وفي مراسم التشييع التي حضرها محافظ المحافظة وعدد من الإعلاميين الذين أكدوا على مناقب الفقيد وأدواره الصحفية في خدمة القضية الوطنية. الصحفي مفيد الغيلاني خسارة كبيرة للصحافة اليمنية، وفاته كان فاجعة بالنسبة لنا. مفيد صحفي استطاع أن يكون له حضور كبير في المجال الإنساني، في المجال العمل الصحفي المميز، خاصة في المواد المرئية. كان يحمل هم الجميع، ويعني عمله الصحفي كان يعني نوعي ومتميز من خلال تناول القضايا الإنسانية داخل الأحياء السكنية المحاصرة. نقل صوت الموجوعين ونقل صوت الناس المتعبين من الحرب. كان بقدر يعني تحت حمله للآلام والكثير من المتاعب، أيضا كان ينعكس ذلك على نفسيته وعلى وضعه الصحي، رحمه الله وأسكنه في سيح جنانه.